الكرسي ده فاضي، شوفي تحبي تكلمي مين. تخيلي اي حد قاعد عليه وكلميه. ما بقتش اخاف منك. زمان كنت بخاف عشان كنت فاكره انك دايما صح، او ان الامهات دايما صح، إن كلهم بيخافوا على أولادهم، إن لو ما سمعناش كلامهم هنشوف أيام سودة. بس أنت اللي ورتيني أيام سودة،
بقتش أخاف منك على فكرة ولا من تهديدك ولا من صوتك العالي. خلاص يا رؤى، مش عايزة تقولي لماما حاجة تانية؟ مش عايزة أشوفها تاني. ملك، قدامك الكرسي الفاضي، تخيلي مين عايزه تكلميه وقومي يلا كلميه. انا اسفه. بتتاسفي لمين يا ملك؟ بتاسف لادم ابني. ادم عايز يعرف بتاسفيه ليه يا ملك؟ مش مهم تعرف بتأسف لك ليه، المهم تعرف ان انا بحبك ونفسي اخرج من هنا عشان اكون معاك. وحشتني، نفسي اصحيك وانت رايح المدرسه واستناك لما ترجع نذاكر مع بعض نلعب نخرج. عايزك تعرف ان انا بحبك وانا اسفة على اي حاجة وحشة عملتها لك او اي احساس وحش حسيت بيه. مش انت بتحبيني؟ انا كنت عايزة اموت نفسي بس قلت انت اكيد هتزعل علشان انت بتحبني. مش انت بتحبني يا بتحبني. كفايه يا ملك، كفايه. عارفه يا تيتا؟ عارفه الراجل ده عنده ايه؟ عنده ايه؟ عنده هوس، تقريبا هوس حالي. انت عرفت ازاي؟ حركته ازاي؟ ده دي اكبر دليل. مريض الهوس بيبقى دايما اكتف، كانه واخد منشطات. انت عرفت منين كل الحاجات دي يا ادم؟ قريت. وحشتني. الحمد لله. شفتي درجات ادم في الامتحانات هايله ما عدا العربي، مع ان انت كنت شاطره قوي في العربي ومش شاطره في حاجه تانيه خالص. بهزر طبعا، ماما كانت شاطره في حاجات كتير قوي. أكيد. أدم ما تاخد لك تمشية كده، عايزة أتكلم مع ماما شوية. متخافيش، مش هقول كلام يضايقك ولا كلام يزعلك،
عارفه ان انا السبب في اللي انت فيه دلوقتي، او على الاقل جزء كبير من السبب. عارفه ان انا كنت قاسيه عليكي قوي وانت طفله. عارفه كمان ان انا فرقت في المعامله بينك وبين اختك. ممكن اقعد معاك؟ اتفضل. انا كنت معاك في المدرسه زمان على فكره، لما كنت في جريد 12 كنت انا في 5. ماما هنا في المستشفى. مين؟ ماما ملك. اه دي طنط لطيفة قوي. عارفة يعني ايه؟ ابوك يروح شغله 3 أسابيع ويجي يزورنا اسبوع واحد بس. يعني انا اللي لازم اعمل كل حاجة، اخد بالي منك ومن اختك، احارب اللي بيكرهوني في شغلي، أذاكر لكم بخلكم. لا وكمان لما يجي لازم استقبله وانا مبتسمه وسعيده. كان لازم اعمل كل ده لوحدي، ما قدرتش. دورت على اي حد حواليا. خالتك ايهاب كانت مشغوله نفسها بره مصر، ولو امي كانوا ماتوا دورت عليك، دورت حواليا ما لقيتش غيرك. حملتك مسؤوليات كتير اكبر من عمرك. كنت بعاملك على انك واحده كبيره مش طفله. لما ندى اختك جت قلت لك دي مسؤوليتك عشان تشيلي معايا وتساعديني وتحافظي عليها. بس لما ابوكي مات ندى عندها 3 سنين ما حبيتش تتربى في نفس الجو اللي انت تربيتي فيه. ايوه كنت بفوت لها حاجات كتير مش بفوتها لك. كنت بسمح لها انها تخرج وتروح وتيجي، كنت بمنعك من نفسي الحاجات وبشجعها على حاجات اكتر وامنعك منها. انا عملت كل ده بس ما كنتش اعرف ان اخرته ان تموت وانك تيجي. وانت عامل ايه في المذاكرة؟ بتعرف تذاكر هنا؟ اه بذاكر وبمتحن بس مش دايما يعني. بصراحة مش فارقة معايا. صباح الخير يا شادي. اهلا يا دكتور. عامل ايه؟ تمام. صباح الخير. ازيك؟ انا دكتور وليد. ادم. صحابك في الطريق على فكرة، يعني ربع ساعة تقريبا ويكونوا موجودين. تمام. هو انت الدكتور اللي بتعالج ماما؟ هو انت ادم ابن مدام ملك؟ آه إزيك؟ لا أنا مش الدكتور الأساسي بتاعها، بس يعني أنا دكتور بشتغل معاها على شوية حاجات في الحالة بتاعتها. أنا كنت حاولت أقرأ وأعرف هي عندها إيه. قريت أمراض نفسية تانية كتير بس هي بالذات معرفتش أحددها. مفيش أي مرض باين عليها. هي عندها اضطراب نفسي؟ هي عندها اضطراب ما بعد الصدمة؟ ولا اضطراب اكتئابي؟ أنت جاي مذاكر ولا إيه؟ لا بحاول افهم بس. لا تفهم ايه يا ادم؟ اوعى تكون عايز لما تكبر تبقى دكتور نفساني. اسمع نصيحتي هتتجنن بدري. وعن اذنك انا احضر نفسي. طيب ماشي يا شادي، عايز حاجه؟ شكرا. طيب حبيبي. ايه اللي انت بتقوله؟ اضطراب ايه واكتئاب ايه؟ ما تيجي تقعدي معايا هنا كام يوم هترتاحي.
الله يعني. والله أنا كنت نفسي أكلمك عن تخصصات الطب النفسي قد إيه، بس يعني لو ابتديت معاك مش هخلص. بص أنا هدردش معاك شوية. من زمان والبني آدم مشغول بنفسه، مشغول بيها، عايز يدخل جواها، عايز يعرف هي بتفكر إزاي، ليه بتعمل ده وليه ما بتعملش ده، إيه اللي بيخلي بني آدم لأول مرة في حياته يفكر إنه يسرق أو يقتل، ليه ساعات بتحس إن أنت عايز تقعد لوحدك، وليه ساعات بتبقى عايز تقعد مع الناس. أسئلة كتير قوي يا آدم، كتير. شوف أنت من زمان قوي لحد دلوقتي اكتشفنا حاجات عاملة ازاي، واخترعنا حاجات عاملة ازاي، اخترعنا الذرة وطلعنا الفضاء وعملنا حاجات كتير قوي مفيدة للدنيا، بس لحد دلوقتي في اسئلة اساسية وبسيطة جدا جدا تخص نفسينا احنا محدش عارف يجاوب عليها. يعني قصدك ان حالة ماما ملهاش حل؟ لا انا ما قلتش كده، بس انت درست فيزياء سنة دي؟ اه. كويس قوي درست فيزياء. طيب تعرف حاجة اسمها نظرية السقوط الحر؟ يعني مش بس دي علاقته بماما. نظريه السقوط الحر اللي في الفيزياء دي بتقول ايه؟ بتقول انه احنا مثلا لو عندنا جسم معين، نتخيل انه خشبه، حته خشبه، قمنا جايبين الخشبه دي ورمينها من الشباك في الشارع، الخشبه كل ما هتقرب من الارض سرعتها هتزيد ومقاومه الهواء ليها هتقل، هو ده اللي اسمه السقوط الحر. احنا بقى عقلنا كانه حته الخشبه دي، من كتر المشاكل اللي بيعيش فيها والضغوط اللي حواليه ما بيلاقيش حل يعمله غير انه يرمي نفسه على الارض، ولو يقدر ينزل تحت الارض كمان عشان يختفي، ما هو هيتجنن. ايه بقى اللي بيقاوم رحله السقوط ديت؟ الهواء. برافو عليك. احنا بقى نعتبر الهواء اللي بيقاوم رحله سقوط عقل مامتك في الحته الضلمه. احنا مين؟ انا باعتباري دكتور نفساني بتكلم معاها في شويه حاجات تخص حالتها الشخصيه يعني وحياتها، وانت واللي ماما بتحبهم باعتباركم اهلها واصحابها. فهمت حاجه؟ يعني لماما في ده بمزاجها؟ انت عمال بتسالني اسئله ما اعرفش بتجيبها منين. بص البني ادم لو المشاكل اللي حواليه كترت لدرجه ان هو ما بقاش قادر يستحملها، ممكن جدا جدا يختار بمزاجه انه يرمي عقله في حته ضلمه. ادم مش هتقعد مع ماما قبل ما نمشي؟ حاضر يا ست. مع السلامة يا دكتور. اوكي باي باي حبيبي. بس هنقعد تاني. أكيد. الحصة الجاية بقى هات الفلوس ها؟ في لحظة، لحظة واحدة خسرت البنتين. ندى راحت مني في الحادثة مع جوز ملك. وملك من ساعتها في المساحة النفسية. أنا أكيد طبعاً مش مبسوطة إن ملك في مصحة، بس الحمد لله مين عارف جايز يكون ده الحل الوحيد اللي يخليها تقدر أو تحاول يعني إنها تتعايش مع الأزمة اللي حصل لها، اللي حصل لي، اللي حصل لآدم صعبة قوي. عارف أنا أحياناً بحسب ملك إنها في مصحة، أكيد هتلاقي هناك دواء يساعدها إنها تنسى. حتى لو قالوا عليها مجنونة مش مهم. بس ده مش حقيقي على فكرة. هي أكيد تعبت كتير. بس عارفة أنا بحترم صراحتك وشجاعتك في كل اللي قلتيه. خصوصاً أنا كنت عارف جزء كبير منه. بس طبعاً مش بكل التفاصيل دي. عارف إزاي؟ أنا عارف إن ملك دخلت المستشفى. بس ما كنتش عارف إيه السبب. بس اديني عرفت منك دلوقتي كل حاجه. يعني موضوع ملك بالتحديد يعني عرفته ازاي؟ سالت عليك. بروس.
الفيلم تحفة. ثانك يو يا ادم على الخروجة دي. طب مفيش ثانك يو لمامي اللي جبتوها تتفرج معاكوا على باتمان؟ لا طبعا، ده انتي بات وومن اللي بتساعد الطيبين زي انا وادم كده. طب ساعديني انتي بقى وبلاش تبوسيني بعد كده بالصوص. كل كل يا ادم، ما تركزش معايا انا وشوشو في اللي انا بعمله. انا عارفه ان كل اللي يشوفونا يقولوا علينا عيال في بعض. لا والله بالعكس يا طنط، ده انا مبسوط قوي اني معاكوا. يعني حتى لما كنت ببقى قاعد عند تيتا او عمته او حتى ماما، يعني كلهم ليهم طريقه مختلفه في التعامل معايا، بس في الاخر كله شبه بعض، تعليمات تعليمات. ما حدش فيهم كان بيهزر معايا زي ما حضرتك بتهزري مع شهد كده. خلاص يا سيدي، من هنا ورايح انا هعاملك زي شوشو، بس استحملني بقى. عارفه حضرتك بتفكريني بمين؟ مين يا حبيبي؟ بخالته ندى. الله يرحمها. اهلا. هاي يا طنط. ازيك يا رادو؟ تمام. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك. ها؟ تحبوا تشربوا ايه بقى؟ لا لا يا طنط معلش، الوقت متأخر، أنا حبيت أسلم عليكي عشان لما جيت عديت على آدم كنا أوريدي متأخرين على ميعاد السينما وطلعت شفتك. حبيبتي فيكي الخير بس برضه لازم تشربوا حاجة. لا لا معلش، مرة تانية والله أوعدك. طيب بس هتبقى معاكي شهد. أكيد. لا والله أكيد. يلا أشوفك بخير يا طنط. يلا باي باي. باي باي. باي يا آدم. صباح الخير. باي باي. واضح ان الفيلم عجبك. الاستاذ خارج يا باشمهندس. خليه اتفضل. اتفضل. اهلا. ازيك خلود؟ الله يخليك. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. لا انا هشرب قهوه. قهوتك ايه؟ مظبوط. امر لنا بقهوه مظبوطه وقهوتي معاهم. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا فهمت من مكالمتك ان انت عايزني في شغل. ده فعلا. ازاي قصدك؟ يعني بسبب علاقتي برضوى اللي في بينك منها مشاكل دلوقتي؟ اكيد طبعا. انا راجل عملي قوي واحب شغلي، واقدر اي حد بيفهم خصوصا لو كان فاهم شغله زيك كده. يعني وقوفي مع رضوى في مشكلتها معاك ده ملوش علاقه ان انا اتصل بيك على طول لما احتاجك في شغل. شغلي ايه؟ ده بقى السؤال اللي المفروض تساله. منتجع سياحي، الشركة بتاعتي بتعمل له الانتيريور ديزاينز بتاعه، بس العميل له مزاج خاص كده في الاكسسوارات. اعتقد ان انت تعرف تكبر. تعال اوريك. كده مثلا. تمام تمام. ايه علاقتنا بالكتاب المقدس في البيت؟ بنقرا ولا بننظف التراب من عليه وقطع الديكور؟ خش العمق تجد كلامه حلوا. اكلته اكلا. ابونا ادم لما شاف حواء قال ايه؟ هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي، فهذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت. لذلك يترك الرجل اباه وامه يلتصقا ببعضهما فيصيرا واحدا. يا بنتي حواء أخذت من جنب آدم، مع القلب مع العقل مع الله خط مستقيم، لذلك مكانها الطبيعي دايما جنب جوزها. والرجل أيضا عليه واجبات. قال بولس الرسول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، فمن جمعه الله لا يفرقه إنسان. خلصت يا ابونا؟ أيوة يا بنتي. طب أنا ممكن أتكلم؟ اتفضل. الراجل اللي قداستك جاي تغيظني عشان أرجع له ده راجل كذاب وخاين. لا واحتمال كمان يكون حرامي ومرتشي. ما تعالي بقى يا عنان، أنت صدقت إنك مجنونة ولا إيه؟ شاهد يا ابونا؟ يعني أنت عارف إن أنا عاقلة ومش مجنونة.
الراجل ده ميزته الوحيده من وجهه نظركم انه من ديني، فانتوا بتحاولوا تقنعوني اكمل حياتي معاه حتى لو هو مش بني ادم اصلا. بس يا عنان يا بنتي، بص يا بونا، طز انا لو تمن ان اخرج من هنا انا اكمل حياتي مع البني ادم ده، انا مش هخرج من هنا، انا هفضل هنا، هفضل هنا. ده بيطلع لك ارقام مش عيب حلو. لا مش حدود، هو ايه اللي حدود؟ تسرق انت كده؟ ايه العبد ده؟ وريني حظك اهو، ثبتوا في بعض، ما تخلوش المجانين اللي بره يتحكموا في حياتكم عشان حساباتهم هم. المفروض ان هم اللي عاقلين واحنا اللي مجانين. مش مهم مين عاقل ومين مجنون، المهم ان احنا مش زيهم. انا قررت ان انا هفضل هنا، مش عايزه اخرج للناس اللي ورا دول خلاص. ما اصلا ما بقوش ناس، وحضرتك وافقت يا دكتور على طلب عنين؟ هو ما وافقش ليه؟ ما توافقيش ليه؟ هو مش غريب شوية إن يبقى مريض يفضل في المستشفى بناء على طلبه يعني؟ إحنا في شغلتنا دي مفيش حاجة غريبة يا وليد. تعالى معايا عايزة أوريك حاجة. شايف الناس دي يا دكتور وليد؟ الناس دي مش بس محتاجة للعلاج، دول كمان محتاجين للحماية. وجودهم هنا بيحميهم، بيحميهم من الجروح والخدوش وعدم التكيف مع نمط الحياة اللي سايد. على فكرة ممكن يكون في ناس عاقلين من اللي موجودين هنا، بس مجرد ان هم مختلفين في آرائهم وأفكارهم عن الحياة اللي بره، وجودهم هنا هو اللي بيحميهم وهو اللي بيخليهم يقدروا يكملوا حتى لو حياتهم دي هتفضل محصورة جوا السور ده. انت عارفة يا منال ان الضغط ممكن جدا يأثر على بني آدم لدرجة إن هو ممكن يخليه يختار إنه يعيش في مصحة نفسية علشان بس يبقى مرتاح في عيشته. ودي إزاي يعني؟ يعني أنا مثلاً عندي في المستشفى حالتين، أولهم حسام. حسام ده قرر إن هو يخش المصحة عندنا كمريض نفسي علشان يبقى قريب من البنت اللي بيحبها، هي اسمها رؤى. رؤى دي أهلها جابوها المستشفى عندنا لما حاولت تنتحر بعد ما رفضوا يجوزوها له. الحالة التانية بنوتة اسمها عنان. وعنان دي جات المستشفى عندنا لما حاولت تغير دينها علشان يأست من الطلاق من جوزها اللي خانها 100 مرة، وبعد ما يأست قررت إن هي تكمل حياتها في المستشفى. طب وأنت متأكد إن هما سلام؟ بيتهيألي اختيار العيشة في المستشفى ده أصلاً مش عاقل. أنت قصدك يعني إن هما قرروا يتجننوا؟ مثلاً؟ مش عارف، ممكن. كولي كولي، يلا يلا أحسن هنتجنن زيهم. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. أنا استقريت على موضوع رسالة جديدة. هاي إيه هو بقى؟ بصي بقى. أنا الفكرة جات لي أولاً من اختيار عنان لأن هي تفضل موجودة هنا في المصحة. أنا عارف فعلياً إن هي مش مريضة، وعارف كمان إن هي عايزة تبقى موجودة علشان تهرب من الضغوطات والمشاكل اللي حواليها. أوكي، بس ماذا لو خدنا اللي هي بتعمله بوعي ده وتخيلنا إن في ناس تانية بتعمله بس من غير وعي؟ طب تعالى اقعد واشرح لي كده بالتفصيل انت عايز توصل لايه بالظبط. بصي يا دكتور، هو مش في ناس كتير بتشتكي من اعراض عضويه؟
زغلله في العين، تكسير في العظم، حاجات كتير. الفحوصات بتقول انه مفيش ورا كل دول اي سبب عضوي، بلس ان احساسهم بالالم بيبقى ناتج عن ان هم عايزين يهربوا من مشاكل ومسؤوليات كتير قوي حوالين حياتهم، وبالتالي عقلهم الباطن هو اللي بيصدر الاوامر لاعضاء الجسم علشان تحس بالالم، فبيشتكوا او يتعبوا فيطلبوا راحه او ياخدوا اجازه. بس هو في الحقيقه وليد ده برضه موضوع اتعمل قبل كده كتير قوي. يا دكتور انا عايز اروح لابعد من كده. احنا لو فرضنا ان الضغوط دي ممكن توصل بصاحب الحاله الى انه يهرب عن طريق مرض نفسي مش شكوى عضويه، يبقى احنا ساعتها هنبقى قدام ازمه كبيره العقل يعجز عن حلها فبيتراجع، وبالتالي اللاوعي بيديله البديل وساعتها يلجا لحاجه مثلا زي الذهان علشان يقدر يتعامل. تمام. انت عندك فكره ان في نظريات بتقول ان الذهان محاوله للتعامل مع ازمات الواقع بشكل ابداعي، بس عاده بتبقى محاولات فاشله. بالظبط. انا بقى بفكر في حاجه شبه كده، وساعتها الذهان هيبقى اختيار، مش اختيار واعي صحيح، بس هيبقى اختيار، ملجا امن، حل دفاعي يبعد صاحبه عن الازمه اللي بيتعرض لها. ابدا وفورا. كش. مش انا اللي بتكش يا حبيبي، كمل. لا محتاجه تفكير. مش طب ورينا نفسك يا فين؟ انا حبيبتي ايه في الجنينه تقريبا. شكرا. انا ضحيت بالوزير اهو، بس برضه زنقتك. اللي يضحي بالوزير يضحي باي حاجه تانية على فكره. ايه ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ انا ضحي بالملك والوزير وامشي من غيرها ولا احسنها ولا فيا الا كمان. وبعدين انا مضحي بنفسي شخصيا وقاعد معاكي هنا على فكره. بعدين انا بلاش شويتين بتوعك دول انا عارفهم كويس. تعرفي تلعبي ولا ايه؟ هتستسلمي؟ طبعا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت قاعد معاها ازاي؟ احنا جايبينها هنا عشان تتعالج بقى وتنساك، ايه اللي جايبك هنا؟ يا فندم يا فندم ما يصحش كده، اتفضلي معايا عند الدكاترة وهم هيفهموكي على كل حاجة، يا فندم ما ينفعش تهاجمي حد. أنا مش بهاجم حد، أنا مش قلت 100 مرة ممنوع الزيارات عن بنتي؟ دي بنتي وأنا بحميها. يا فندم ده مريض عندنا، يا فندم ما ينفعش تتهاجمي عليه. نعم يا أختي. يا فندم ده مريض مش جاي يزور بنتك ولا حاجة. انتوا كمان عملتوه مريض كمان وقاعد مع البنت ولا اللي نايمة على وداني وفاهمة ان هي هنا بتتعالج؟ دي ايه المصيبة دي؟ ده انا هقفلها لكم. يا لو هتعملي نفسك فيها مجنونة فانا مجن منك. انتي فاهمة بنتك دي تبقى في البيت، لكن هنا دي واحدة مريضة. تعالي هنا تعالي، انتي هتمشي معايا. اهدي انتي، لو مش عارفة تهدي انا ممكن اديكي من المهدئ بتاعي. هيساعدك على فكرة، هيساعدك. اوعي، انا مش عايزة زفت. شايفة كل الناس دي؟ دول كلهم مجانين. لو عايزة تمشي من هنا على رجليك يبقى اهدي. ملك اوعي ايدك، معلش معلش. عاجبك اللي بيحصل ده؟ معلش يا فندم، الدكتورة عايزاكي في المكتب جوه هتشرح لحضرتك كل حاجة. أنا مش عايزة حد يشرح لي حاجة. اهدي. معلش لو سمحت. اوعي. هي مستنياكي في المكتب يا فندم، هتشرح لك كل حاجة. معلش. لازم تهدى. حاضر. اديها من المهدئ بتاعي. حاضر هديها. حاضر.